بيبدأ المسلسل مع الأميرة شي أوتان، واللي بنعرف إنها حاولت تنتحر قبل كده علشان تتجوز الأمير الأول، وبنشوف مساعدتها جانج شين وهي بتصحيها من النوم وبتقول لها يا أنستي، لكن بتتعصب عليها شي أوتان وبتطلب منها تناديها باسمها لأنها بنت عادية، لكن جانج شين بتقول لها إنها الابنة التانية للسكرتير الملكي ولازم تحترمها، وبتساعدها جانج شين تجهز نفسها لكن بتبهدل نفسها خالص، وفي الآخر بتستسلم وبتخليها تساعدها وبتطلعها جميلة في الآخر. وبتسألها شو أوتان عن مهمة البحث عن السرير، لكن جانج شين بتعرفها إنها دورت عليه في كل مكان وما لقتش السرير العتيق اللي بتسأل عليه، وبتتضايق وبتكون عايزة تدور عليه بنفسها، لكن بتقول لها جانج شون إن الأمير تامين هيجي يخطبها النهاردة ولازم تكون موجودة، لكن هي بتقول لها إنه أكيد هيكون عجوز وشكله وحش، وبتعرفها جانج شون إن الأمير التامين مظهره أسطوري وإنه أشهر واحد في مملكة دونجيو، إزاي هيكون عجوز وقبيح؟ لكن شي أوتان مش بتكون مصدقة وبتقول لها أكيد مش هيحصل معايا حاجة حلوة كده. في مكان تاني بنشوف الأمير التامن وهو قاعد على شاطئ البحيرة مع مساعد يو هاو، وبيحس بوجود أعداء حواليه وبالفعل بيظهروا، لكن الأمير التامن مش بيهتم وبيبدأ لعب شطرنج، وبيروح يو هاو يهجم عليهم بكل ثقة ويطيرهم من قدامه، وبيكون قوي وسريع جدا وبيهجم عليهم وبيجرحهم بسيفه واحد ورا التاني وبيقتلهم كلهم، لكن بيظهر واحد من الأعداء وبيخرج من البحيرة وبيكون هيهجم على الأمير التامن، لكن هو بيحدفه بقطع الشطرنج وبيقتله في الحال. بيعتذر يو هاو من الأمير اللي بيقوله إنه بطيء جدا وبيأمره ينظف المكان من الفوضى وبيسيبه يمشي. وبنشوف الأميرة شي أوتان وهي بتحاول تهرب من القصر وبتكون عايزة تنط من على السور، وبتحاول جانج شين تمنعها، لكن بتكون شي أوتان مصرة تهرب وتطلع على السور، لكن بيكون عالي جدا ومش بتعرف تنزل، وبيظهر قدامها الأمير التامن وتطلب منه يساعدها ومش بيرضى، وبتفضل تترجاه وبتقوله انها كانت طالعة على السور تتفرج على جمال المكان لكن ما قدرتش تنزل تاني، ولما محاولتها فشلت بتقوله انها مخطوفة واهل القصر هيبيعوها البيت للدعارة، وبرضه مش بيرضى يساعدها. بيجي الحراس علشان ينزلوها لكن بتكون عايزة تهرب وبتنط قدام الأميرة على امل انه يلحقها، لكن بيسيبها تقع على الارض، وبتروح جانج شين تقومها وبتتحول لملاك هادية، وبتقول للأمير انها وقعت على الارض وانها كويسة دلوقتي، وبتشكره على تعبه معاها، وبتعرفه انها حرجت نفسها لما عملت الموقف ده قدامه، وبتطلب منه ما يهتمش باللي حصل، وهو بيسألها لو عملت ده قدام جوزها المستقبلي هيتصرف ازاي، لكن هي بتتهرب من السؤال وبتنحنيله وبتمشي. وبيقول الامير لنفسه هي ليه اتغيرت فجأة وبقت هادية، وفي اوضتها بتكلمها جانج شين باسمها وبتقول لها انها كانت قلقان عليها جدا، لكن شي أوتان بتقول لها انها بقت وقحة جدا وبتناديها باسمها كمان، سابتها من على السور ومحاولتش تساعدها، وبتدخل الجارية وبتقول لها ان السيد تشو بيطلب منها تروح للأوضة الأمامية علشان تشوف الأمير التامن لمناقشة الزفاف. وفي الأوضة الأمامية بيعتذر تشو أبو شي أوتان من الأمير لأنه طلب منه يجي مخصوص ويناقش أمر الزفاف، لكن الأمير التامن بيعرف انه قريب هيكون أبوه بالقانون ومفيش حاجة. بيقول له الأمير التامن انه سمع ان بنته الأميرة التانية اتولدت من محظية. بيحس السيد شو بالإحراج وبيسأله لو هو عايز يعيد النظر في الزفاف، لكن هو بيعرفه ان ده طلب اول ملك وما يقدرش يخلف معاه. وبتدخل الأميرة شي أوتان من ورا الستارة، لكن بيقدر الأمير التامن يتعرف عليها وبيعرفهم انه شافها قبل كده قبل ما يدخل ومفيش داعي يشوفها تاني، وبيطلب من يو هاو يجهز له حصانه. وبيعرف السيد تشو انه هيبعت ناس تكمل مخططات الزفاف، وبيطلب منه يعتني بزوجته المستقبلية وبيمشي. وبتسأل جانج شون شو أوتان ليه ساكتة، وبتسألها لو هي مش راضية عن الجوازة من الأميرة، لكن شي أوتان بتعرفها إنها ملهاش رأي ولا حتى ليها حق تفكر. وبتدخل السيدة مرات أبوها وبتأمرها تركع قدامها، وبتعرفها إنها غلطت لما حاولت تهرب من السور وإنها لسه بتفكر في الجواز من الأمير الأول اللي هو أصلاً متجوز أختها الأميرة الأولى، وإنها بالشكل ده عايزة تخطفه منها، لكن شي أوتان بتعرفها إن أختها هي اللي سرقته منها، وبسبب ده بتعاقبها السيدة وبتنغزها بالإبر، وبتفضل تتألم لحد ما بتفقد الوعي. وبتحاول جانج شين تفوقها وبيكون يو هاو مراقبهم، ولما بتفوق بتتحول لمجنونة وبتسأل مرات أبوها لو هي نغزتها بالإبر وهي نايمة، وبتفضل تتنمر عليها وتكلمها بأسلوب وحش، وبتتعصب عليها السيدة وبتعترف إنها اتجننت، وبتأمر الحراس يسجنوها في الأوضة لوحدها. وبنشوف يو هاو وهو بيقول للأمير التامن والأمير الرابع عشر إنه لما غادر شاف السيدة بتعامل الأميرة شي أوتان بطريقة سيئة، وبيتعصب الأمير الرابع عشر وبيقول إن
إن أبوها الوغد تشو أكيد بيعذبها لمصلحته الشخصية، لكن الأمير التامن بيكون لي رأي تاني وبيقول لهم إن عيلة تشو بتعمل عليه مسرحية، وفي الآخر خلوني أشوف بنتهم وهي بتتسلق الجدار، وفي الآخر بيعذبوها وبيعملوا المسرحية دي علشان يخدعوني. بيؤمر يوهاو إن لما القرينة التامنة توصل للقصر يتولى مراقبتها وبينصرف، وبيقول الأمير الرابع عشر إنه سمع إن الأميرة التانية كانت بتحب الأمير الأول وحاولت تنتحر مرة علشانه، وهو بيعرفه إنه عارف ده وبيسأله إزاي وافق يتجوزها رغم ده، وهو بيعرفه إنه لما هيتجوزها هيكون ليه طريقة معاملة خاصة. وبنشوف الأميرة التانية وهي بتحاول تفتح الباب وتخرج، لكن مش بيرد عليها حد، وبيدخلوا لها أدوات تطريز وبيعرفوها إن السيدة هتحررها بعد ما تعمل تطريز للبطة اليوسفية، وهي بتتعصب لأنها مش بتعرف تطرز وعمرها كمان ما شافت البطة اليوسفية دي قبل كده. وفجأة بيقطع النور وبتروح تاخد الشمعة، لكن بينفتح الشباك قدامها وبتشوف اتنين من السحرة وهم بيقتلوا شخصين بطريقة خارقة، وبتقول الساحرة للشخص التاني إن الشيء اللي هم بيدوروا عليه موجود في دونجيو، وبيقول لها إنه كان مختبئ لمدة 100 عام وأخيرا ظهر. بتتكلم شؤوتان مع نفسها وبتقول إنها كانت مفكرة الأشخاص دول موجودين في الأحلام بس، ويا ترى إيه السر المستخبي عند الأمير التامن؟ وفجأة بتلاقي نفسها نايمة وبتحلم إنها في زمن تاني مختلف، وبتجري في الشوارع وبتكلم نفسها وبتقول إنها ما سرقتش ولا نصبت على حد، ليه بتجري وليه بتطارد؟ وفجأة بيظهر قدامها الساحرين وبتدخل لمكان بتحاول تهرب منهم، وبتشوف قدامها سرير أثري مكتوب عليه أنا أشرب باستمرار ولكن ما زال لا يمكنني أن أثمل، لقد قرأت هذا الكتاب عدة مرات لكنني قد نسيت ذلك من قبل. وفجأة بيخبطها حد على دماغها وبتفقد الوعي، ولما بتفوق بتلاقي نفسها على سريرها وإن ده كان مجرد حلم، وبتفتكر كل اللي حصل وبتسأل جينج شون هي طلعت من الأوضة المحبوسة إمتى ومين غير لها هدومها، لكن بتدخل مساعدة السيدة وبتقول لها إن السيدة طلبت تشوفها الساعة 7 لكن هي ما راحتش وده تصرف خطأ. تتعصب شو أوتان لأن محدش بلغها، لكن بتدخل جونج شين وبتقول للمساعدة إن ده كان غلطها لأنها نسيت تعرف الأميرة، لكن بتتعصب شي أوتان وبتقول إن محدش عرفها حاجة، وبتهديها شينج شين وبتقول لها إن رسالة السيدة وصلت لها الصبح وهي بالفعل وافقت، وبتكون شي أوتان مش متذكرة وبتقول لجينج شون إنها بتحس بفقدان ذاكرة من وقت للتاني وحس إن في تصرفات غريبة، وبتأكد لها جينج شون وبتعرفها إنها ساعات بتطلب منها تناديها أنستي وساعات بتطلب منها تناديها شي أوتان، وإنها أوقات بتطلب تاكل حلو وتغير رأيها على طول وتاكل حادق، وبتكون شي أوتان مش لاقية تفسير للي بيحصل لها، وبتفضل تقول إنها ممكن تكون سافرت بالزمن أو عندها حتى انفصام شخصية، وبتوريها شينج شون البطة اللي طرزتها ومش بتكون مصدقة إنها صنعتها، لكن شينج شين بتعرفها إنها فضلت تشتغل عليها طول الليل وعلشان كده السيدة حررتها، وبعدها بتتم تقص زفافها وبتكون مفكرة إن ده كله حلم، لكن التوتر اللي بتحس بيه بيعرفها إن اللي بيحصل فعلا حقيقة. بتلاقي نفسها في أوضة الأمير التامن وبتفضل تنده على جينج شين وبتخليها تعمل لها مساج، وبتقوم تكتشف السرير وبتعرف إنه مش ده السرير اللي بتدور عليه، وبتكون عايزة تهرب وبتقترح على جونج شين تلبسها هدومها وتمثل إنها الأميرة، لكن جونج شين بتقلق وبتعرفها إن الأمير لو اكتشف هيعاقبها بالإعدام، وبتطلب منها تجيب لها حوض خشبي وبرميل فيه مية، ولما بتسألها عايزاهم ليه بتعرفها إنها تعمل فخ للأمير علشان ما ينامش جنبها طول الليل. وبيوصل الأمير الأول للأوضة بتاعتها وبتجهز الفخ بتاعها وبيظهر يوهاو وبيوجه السيف عليه، لكن بيمنعه الأمير وبيطلب منه ما يأذيش أخوه الكبير، ولما بتسمع شي أوتان صوت الأمير بره بتجهز نفسها وبتغطي وشها، وبيسأل الأمير التامن أخوه الأمير الأول هو بيعمل إيه هنا، وبيعرفه الأمير الأول إن المملكة والأميرة المفروض يكونوا ملكه هو، وهو جاي بيسترجع حقوقه وبيقول له إن حتى لو دي كانت إرادات أبوه هيسترجع ده منه في يوم من الأيام، لكن الأمير التامن بيعرفه إنها بقت مراته دلوقتي وملهوش حق فيها، وبيقول له الأمير الأول في يوم من الأيام الحقوق دي هترجع لملكها الأساسي. وفي الأوضة بتزهق جي أوتان لأن الأمير اتأخر عليها، وبتفضل تنده عليه بدلع وبتقول له يا حبيبي، وبيسمعها بره وبيكون الأمير التامن شمتان في أخوه وبيقول له إنه هيروح للأميرة علشان ما يخليهاش تستناه أكتر من كده، ولما بيدخل الأوضة بيأمر جينج شين تخرج بره بهدوء، ولما بتطلع بتاخد بالها من الفخ وبتعدي من فوقه، بيفهم الأمير التامن إن الأميرة شي أوتان عاملة له فخ وبيقدر ينط من عليه، وبيكتشف مؤامرتها وبيقول لها إنها ذكية جدا ومش سهلة، والدليل على كده إنها استدعت أخوه الأكبر علشان توريه إنها بتتغزل في جوزها وبتحبه، وهي مش بتكون فاهمة حاجة وبتطلب منه يبعد عنها وبيقوم وبيسيبها، لما بتيجي تقوم بتقع هي في الفخ وبيندلق عليها المية وبتتخبط في اللوح الخشبي، وتاني يوم لما بتصحى من النوم بتروح تقعد
بتقعد قدام المراية وبتسرح لها جنغ شين شعرها، وبتفتكر لما سألت أبوها لو هي موافقة على الجواز من الأمير الثامن، وهي بتقوله إنها ما تقدرش تعصى أوامره، وبيأمرها تتودد له وتكسب محبته لأن أموال العيلة كلها متوقفة عليه. بيقول لها إنه عارف إنها لسه بتحب الأمير الأول، لكن ما ينفعش تحارب أختها لأنها اتجوزته، والأفضل ليها تفضل في قصر الأمير الثامن وتسمع كلامه علشان تقدر تساعد الأمير الأول يستولي على الحكم ويصبح ولي العهد. وقتها الأمير الأول هيقدر اللي عملته علشانه، وهي بتقوله طالما ده لمصلحة أبوها والأمير الأول فهي موافقة تتجوزه. بتحس إن هي ما عندها الشخصية، بيتم استغلالها. تسأل جونغ شين عن اللي حصل الليلة السابقة، وهي بتقول لها إن جوازها ما كملش من الأمير، وبتسألها لو إن الأمير الأول موجود، وبتعرفها إنه كان موجود لكن مشى لما هي فضلت تنده للأمير. واتضايقت شي أوتان وطلبت من جونغ شون تنبهها بعد كده لو اتصرفت بطريقة غلط، لأنها مش بتكون واخدة بالها من تصرفاتها، وكمان بتعرفها إن موعد زيارتها للأهل قربت، وبتطلب منها تراقبها هناك علشان ما تعملش أي تصرف يضايق أبوها والسيدة. وبتسمع صوت بره، وبتعرفها جونغ شون إنه دول محظيات الأمير الثامن. وبنشوف يو هاو وهو بيتكلم مع الأمير الثامن، وبيقول له إنه عمل زي ما هو طلب منه بالظبط، وعرف محظياته إن الأميرة تانية قضت الليلة لوحدها. وبيسأله هو ليه على الرغم من إنه عارف إنهم هما الاتنين جواسيس الأمير الأول إلا إنه بيعرفهم كل حاجة، وكمان بيسمح لهم يزوروا الأميرة تانية، وهو بيفهمه إنه بيعمل كده وبيوصل لكل المعلومات اللي عايزها يعرفها عنه، وإنه مش قلقان من توصيل المحظيات معاه، وعلشان يقدر يوصل للنمر لازم يدخل لبيته في الأول. وبيحييه وهاو على ذكائه، وبيطلب منه الأمير الثامن يفضل يراقب تصرفات الأميرة، وبتحيي المحظيات الأميرة التانية وبيستفزوها بالكلام، لكن هي مش بتتأثر بكلامهم وبتعزمهم على الشاي. وهم بيفضلوا يستفزوها ويعرفوها إنهم عارفين إنها قضت الليلة الأولى لوحدها، وبيتكلموا عن علاقتها بالأمير الأول، وهي مش بترد عليهم، وبتطلب منهم يغادروا وبتقوم تمشي، وبتكعبلها واحدة منهم. ولما بتفوقها جونغ شون بتتحول لشريرة وبتمسك المحظيات وبتضربهم في بعض وبتبهدلهم وبتوقعهم على الأرض. بيتكلم يوهاو مع الأمير الثامن وبيعرفوا إن الأميرة الثانية ضربت المحظيات، والأمير بيكون حاسس إنها جاسوسة بعتوها عائلتها، وده لأنها بتحب أخوه الأمير الأول. وبيطلب من يوهاو يفضل مراقبها، وبيتعب شوية وبيطمن عليه يوهاو، وهو بيقوله إنه ساعات بيسمع صوت جده رغم إنه مات، وبيفسر له يوهاو ده لأنه اتولد جنبه. وبيقول الأمير الثامن إنه لو كان موجود دلوقتي كان سأله ليه اداله الختم الملكي وما خلاهوش ولي العهد، ومش بيكون لاقي إجابة للسؤال ده. وعند الأميرة تانية بتطلب منها جونغ شين تروح تطمن على الأمير الثامن لأنها ما شافتهوش من يوم الزفاف، لكن هي بترفض وبتقول لها لما تلاقي السرير هتمشي من هنا، وإنها مش مهتمة بيه خصوصا إنه عنده محظيتين. وبتطلب من جونغ شين تكمل بحث عن السرير الخاص بيها. وبالليل بيوصل الساحرين لقصر الملك الثامن وبيستخبوا من الحراس، وبيقول لها الساحر إنه ممكن يقتل الحارس بسهولة، لكن هي بتقول له إن ده هيلفت نظر الأعداء ليهم ولازم يستشيروا سيدهم في الأول. ولما بيتواصلوا معاه عن طريق السحر بيعرفهم إنهم لازم يدوروا على روح قمع الجرم السماوي وما يقتلوش حد، ويدوروا عليه كويس لأنه موجود في القصر، وبيقول لهم يطلبوا المساعدة من شخص قوي يساعدهم في الحصول على روح قمع الجرم السماوي. وبتقرر شي أوتان تهرب، وبتحاول جونغ شون تمنعها، وهي بتقول لها إنها ما قدرتش تلاقي السرير السحري وملوش لازمة تفضل هنا، وإنها عايزة تروح بيتها، وبتطلع على السلالم علشان تنط من على السور، لكن بيظهر الأمير الثامن وبيسألها لو طلعت على السور لأن المنظر عجبها أو هو خاطفها وهيبيعها بالدعارة، لكن هي بتقول إنه بيتها وحشها وكانت عايزة تروح له، وهو بيعرفها إنها هتروح تزورهم تاني يوم. وبيسأل الأمير الثامن يوهاو لو عرف الملكة الأرملة بجوازه، وهو بيقول له إنه عرفها. وبيسأله هو ليه متضايق، بيقول له إنه رغم إن جده هو اللي رباه لكن ما كانش بيحب مراته، وإنه هو كمان ما كانش بيحبها، لكن ما يقدرش يكون سيء معها لأنها بتحبه والوحيدة اللي في البلاط اللي بتقف معاه، وبتعارض أبويا الملك علشاني. وبتطلب الأميرة التانية الإذن بالدخول، وبيأذن لها الأمير الثامن، وبتكون هادية جدا على عكس طبيعتها، وبتعتذر للأمير الثامن من تصرفاته، وهو بيكون مستغرب من أدبها، وبتعرفه إنها النهاردة هتروح لأهلها لأول مرة بعد الجواز، لكن هو مش بيهتم، وبتفهم إنه مش عايز يروح معاها. وبتطلع مع جونغ شين اللي بتسألها ليه ما طلبتيش منه يروح معاكي، وهي بتعرفها إنه باين لها إنه مش عايز يروح معاها، ولو طلبت منه هيكون فيها إهانة ليها. بيشرب الأمير الثامن الشاي وبيحس بوجود الساحرين، بيأمرهم يظهروا نفسهم، وبالفعل بيظهروا، وبيسألهم هم عايزين إيه، وهم بيعرفوه إن عندهم صفقة تجارية خاصة ليه. بيسألهم عندهم إيه هيبيعوه وهو هيشتريه منهم، لكن بتتكلم الساحرة وبتقوله إنه
انهم هيطلبوا منه معروف صغير، مقابل ده هيخلوه يتحكم في العالم كله، لكن هو بيعرفهم انهم راحوا للامير الغلط لانه كسول ومش بيحب الصفقات التجارية بتاعتهم. حتى لو اهتم مش هيساعد الاوغاد وبيقلل من قدرتهم، وبيقول لهم انهم حتى مش هيقدروا ياخدوا معاه كوباية شاي، وبيدخلوا في قتال معاه، لكن هو بيتصدى ليهم وبيزقهم لبعيد ومش بيقدروا ياخدوا منه كوباية الشاي. وفي ماركتشو بتوصل الأميرة، لكن السيدة بتهنها وبتطلب منها ترقى على الأرض، وده لأنها ما تقدرش تكسب ود ومحبة الأمير الثامن لأنه رفض يجي معاها، وكمان بتعاقبها وبتفضل تغرز الأبر في كتفها بكل قوة. وبيكون يوهاو بيراقبهم وبيروح يعرف الأمير الثامن اللي بيكون منتظر العربية بتاعته، وبيكون مفكر إن دي تمثيلية منهم، وبعدها بيدخل عليهم وهم بيرحبوا بيه وبيمثلوا إنه ما أذوش الأميرة بأي حاجة، لكن هي بتكون مصرة تكشفهم على حقيقتهم، وبياخدها الأمير وبيخرج من عندهم. وفي العربية بيسألها إيه الهدف اللي مخليها تتجوزه، وهي بتتجاهل سؤاله، وبيعرفها إنه كاشف خدعتها وتمثيلها، وبياخدها معاه القصر الملكة الأرملة، وبيكون فخم جدا. ولما بيوصلوا للملكة بترحب بالأمير الثامن على عكس الأميرة، وبيبان إنها مش متقبلاها، وبتقول لها إنه اتجوز منها رغم إنها بنت محظية، وكان الأفضل ليه إنه يتجوز يونهي وهي صديقة طفولته، وإنه كمان اتربى مع يونهي اللي بتكون قريبة الملكة الأرملة، علشان كده هي مش متقبلاها وعايزاها يتجوز منها. ولما بتوصل يونهي بتتصرف بتلقائية مع الأمير الثامن، وبتطلب منها الملكة تقضي معاه وقت زي زمان وبتمشي، وهي بتفضل تتودد للأمير وبتطلب منه يتمشي معاها، وبتكون شي أوتان عايزة تمشي ومش بتهتم بيهم، لكن بيوقفها الأمير الثامن وبيعرفها إنها ما ينفعش تسيب جوزها في مكان وتمشي وتسيبه، وبتسأله يونهي لو تنفع تروح للقصر وبتقعد معاه، وهو بيقول لها لازم تسألي أميرتي الأول. ولما بتسأل شي أوتان مش بتهتم وبتطلب منها تيجي في أي وقت هي عايزاه، وده بيعصب الأمير الثامن منها لأنها مش مهتمية بيه، وبيبوسها قدامهم علشان يوضح ليونهي إنه بيحب الأميرة التانية. ولما بيرجعوا القصر بتعالج جانج شين الكدمات اللي في كتف شي أوتان، وبتقوم تجيب لها دواء، فبيدخل الأمير وبيساعدها، وهي بتشتمه وبتتصدم لما بتعرف إنه موجود، وهو بيعرفها إن عقوبة الإساءة للأمير الثامن السجن لمدة 10 سنين، وبيسألها عن الكدمات اللي في دراعها، وبتعرف إن السيدة بتعاقبها بالنغز بالإبر دايما، وبيكون متضايق علشانها، وبيدي جانج شين علاج تداوي بيه كدمات الأميرة التانية. بعد كده بتقوم الأميرة التانية تقعد قدام المراية، وبتدخل جانج شين وبتعرفها إنها دورت في كل مكان في القصر عن السرير وما لقيتهوش، وفاضل بس أوضة الأمير الثامن، لكن هي ما تقدرش تدخل لها بالساهل، لكن بتستغرب شي أوتان وبتسألها هي بتدور عليه، وبتقول لها جانج شين إن ده طلبها هي، لأن السرير ده مهم جدا بالنسبة ليكي، وإنك بتقولي لي إن روحك ضاعت لما السرير ده ضاع. وبتتكلم شي أوتان في سرها وبتقول إنها فعلا اتجوزت من الأمير الثامن، لكن لحد دلوقتي ما تقدرش توصل لرمز الأمر الملكي، وإنها خايفة من أفعالها تزود الشكوك عند الأمير الثامن، وإنها بتخلي جانج شين تدور على السرير في العلن، وبتستخدم ده كغطاء، وبتطلب من جانج شين تعمل شاي، وبتروح معاها لمكتب الأمير الثامن. وفي المكتبة بيقول يوهاو للأمير الثامن إنه عرف إن الخادمة جانج شين بتدور على حاجة في القصر، وبتدخل الأميرة التانية مع جانج شين وبيسألها الأمير الثامن هي جاية تعمل إيه، وبتقوله إنها لازم يستريح شوية وبتديه شاي، لكن بيرفض ياخده، وبيقوم يتكلم مع جانج شين وبيسألها عن جزاء الخيانة، وهي بتركع على الأرض ومش بتكون الأميرة التانية فاهمة هي عملت إيه، وبيسأل الأمير الثامن الأميرة لو هي ممكن تديله خادمتها جانج شين، وبتكون من محظياته، لكن جانج شين بتفقد الوعي، والأميرة بتعرفه إن ده مش ممكن لأن جانج شين بالنسبة ليها أختها الصغيرة وتربوا سوا. ولما بتديله الشاي بيقع على هدومه، وبتطلب منه تروح مع أهل الأوضة الشخصية ليه وتساعده في تغيير هدومه، لكن هو بيرفض وبيقول لها إن محدش مسموح له يدخل الأوضة دي، ولو حاجة ضاعت منها هتشيل المسؤولية، وبتضطر تمشي. وبالليل بنشوفها وهي مغطية نفسها وبتحط رسالة في الجدار مضمونها إن رمز الأمر الملكي في أوضة الأمير الثامن، وبنشوف الملك وهو مجتمع بالأمير الأول والثامن والرابع عشر، وبيعرفهم إن في رسالة وصلت من الحدود مضمونها إن الوضع العسكري مش مستقر، وبيقول لهم إن القائد جويو مش سيء لكن شخصيته متعجرفة، وإنه لما بيتخانق مع واحد على أمر بسيط بيقتله من غير تردد،
التردد وإن الجنود محتاجينه وبيطالبوا بعقوبته وبيسألهم يتصرفوا إزاي. وبيتكلم الأمير الرابع عشر وبيقول إن القائد جويو قوي وهيحتاجوه في مقاومة الأعداء، ولو قتلوه دلوقتي هيفقدوا قوة الجيش. وبيسأل الأمير الأول عن رأيه وبيقول إن القائد جويو قوي جدا وشرس وأكتر واحد مهم في الحرب ولازم يخلوه، وبيتكلموا معاه بهدوء وبالشكل ده هيخمدوا الجنود. وبيسأل الملك الأمير تامن عن رأيه اللي بيقول إن القائد جويون رفض مرارا وتكرارا إطاعة الأمراء وكمان مش بيظهر أي احترام للآخرين، ولو قتلوه هيكون في جويون تاني وأقوى منه، وبيعجب برأيه وحكمته وبيطلب من أولاده التانيين يتعلموا منه في المستقبل. وبنشوف شي أوتان وهي بتلعب يوجا وبتدخل لها جانج الشين الأكل وبتعرفها إن الأمير التامن مش موجود وراح لقصر الملك، وبتستغل الفرصة وبيقرر تدخل الأوضة بتاعته وبتتسلل شو أوتان للأوضة للأمير وبتكون مبهورة بجمال الأوضة وبتفضل تفتش على السرير السحري وبتشوف إن عنده فازات قديمة وقيمة، بتقرر تاخد اتنين عندها وبتروح تنام على السرير على أمل إنه ينقلها لزمن تاني، لكن مش بيحصل. وتتفاجئ بالأمير قدامها وبيسألها هي بتعمل إيه في الأوضة، تتوتر في الأول وبتفضل تتكلم كتير وبتعرفه إنها معجبة بالسرير بتاعه، لكن فجأة بيظهر جاسوس وبيهدده بالأميرة وبيدخل يوهاو وبيحاول يتصداله، لكن بيقتل الأمير التامن في لحظة وبيطلب من الحارس يرجعه الأميرة لأوضتها وبيخرج يوهاو رسالة من جيب الجاسوس، وبتكون مضمون الرسالة إن الرمز الملكي في أوضة الأمير التامن، وبيشك في الأميرة التانية وكل نساء القصر. وبتكون شيوتان متعصبة جدا لأنها ما قدرتش توصل للسرير السحري ومش هتقدر ترجع لعالمها من تاني. وبنشوف خادم الأمير التامن وهو بيقول له تقرير مراقبته للأميرة التانية وبيقول له إنها ساعات بتتصرف زي السيدة النبيلة وساعات هادية جدا وفي بعض الأحيان بتكون حيوية جدا وبتتكلم كتير لدرجة إنها ما بتفهمش حاجة من كلامها، وإن الخادمات بتقول إن الأميرة بتحب تلبس الملابس التقليدية والألوان الهادية، وخادمة تانية بتقول إنها بتحب تلبس الألوان الزاهية. وبيتكلم الأمير مع نفسه بيقول يا ترى شخصيتها أنهي واحدة فيهم. وبنشوف الأمير الأول وهو بيفتش في مكتب الأمير التاني عن لؤلؤ تشين هوا وبيشوف رسالة مكتوبة بخط الجد الأكبر بتكون قصيدة ومش بيفهم معناها وبيرجعها لمكانها. وبيكون الأمير الرابع عشر قاعد مع الأمير التامن وبتدخل الأميرة تشاو أوتام وبتحيي الأمير الرابع عشر وبتتكلم معاه بتلقائية وبتطلب منه يروح يلعب معاها، وبتكون جايبة الفطار للأمير التاني وبيطلب منها تساعده وتفرك الحبر. وبتدخل المحظيتين وبيكونوا متغاظين وعايزين يساعدوا الأمير هما كمان، لكن شاو أوتان بتوقع عليهم الحبر وبيعاقبهم الأمير التامن وبيخليهم يكتبوا مقالة طويلة. ولما بتخلص المحظيتين بيدي يوهاي الورق للأمير التامن وبيقارنوا للرسالة المكتوبة ومش بتكون نفس الخط، وبيطلب منهم يخرجوا. ولما بياخدوا ورقة الأميرة التانية مش بيلاقوا فيه تطابق في الخط، وهي بتفهم إنه كان بيختبرها لأنه مفكرها جاسوسة وبتتعصب عليه، وهو بيسألها إيه يرضيها وبتطلب تاخد السرير بتاعه وبيستغرب هي ليه مهتمة بيه، وبتعرفه إنها معجبة بالسرير ده وهو بيوافق يديه لها. ولما بتخرج بيسأل يوهاو لو كان معتقد إن الأميرة هي الجاسوسة وبيقوله إنه فكر في ده بناء على شكل الشخص والهدوم اللي كان لابسها وهي بتتحط الرسالة في الجدار، لكن الأمير الرابع عشر بيقول إنها لطيفة جدا والخط مش متناسق وأكيد مش هي الجاسوسة، لكن الأمير بيحس إنها بتمثل عليه. وبنشوفه هو بيدي رمز الأمر الملكي لأبوه الملك لأنه مش قادر يحميه أكتر من كده، لكن الملك بيرفض ياخده لأنه مسؤولية كبيرة والجد الأكبر هو اللي ادهوله زمان وما يقدرش ياخده منه. وبيدخل الخدم السرير لأوضة الأميرة التانية وبتلاحظ رسالة مكتوبة بخط نفس خطها، ولما بتسأل جانج شين مين كتب الرسالة دي بتعرفها إنها هي اللي كتبتها زمان للأمير الأول ومش بتكون مصدقة إنها كتبتها، وبتسألها لو هي متغيرة بقالها شهر، وجانج شين بتعرفها إنها متغيرة من ساعة لما الأمير الأول اتجوز أختها وإنها حاولت الانتحار، وبتكون مصدومة إنها عملت ده. وبتسألها لو هي بتحس إنها واحدة تانية متغيرة وبتأكد لها جانج شين ده، وبتقول لها شي أوتان إنها ما عندهاش انفصام شخصية لكن هي سافرت بالزمن، وأوقات بتكون في جسم شو أوتان وبتتصرف بأسلوبها هي وأوقات بتكون أنستها، وبتقول إنها كده فهمت كل حاجة لأنهم اتنين وبيستخدموا نفس الجسد. وبتطلب منها ورقة وقلم وبتكتب رسالة تديها لأنستها لما تظهر، وبعدها بتديها جانج شين بالفعل الرسالة اللي كتبتها وبتقول لها إن الرسالة دي من شي أوتان وطلبت مني أديها لك. وبتكون الأميرة التانية مش فاهمة الرسالة وبتقراها جانج شين ليها وبتعرفها إن شي أوتان جاية من عالم تاني وإنها بتكون وكيلة عقارات حقيقية وبتبيع المنازل وإنها مش متزوجة وبتتمنى تتجوز من واحد مشهور وغني، لكن ما تعرفش إزاي انتهى بيها المطاف في مملكة دونجيو وإن
وإنها استولت على جسدها وبتتمنى ترجع للعالم بتاعها في أسرع وقت ممكن، ومش هتقدر ترجع غير بالسرير السحري للأمير التاني، وبتسألها لو هي تعرف سر السرير ده علشان تقدر ترجع لعالمها. وبتكتب لها الأميرة التانية رسالة وبتقول لها إنها مش ممانعة باستخدام جسدها، وبتعرفها إنها تحاول تساعدها ترجع لعالمها تاني، لكن بتطلب منها ما تعرفش حد إنها بتستخدم جسدها لأنهم هيعتبروها مجنونة وهيسجنوها. وبتدي الرسالة لجونج شين علشان تديها لشخصيتها التانية، وبنشوف تشانج يون وهي داخلة للقصر، ولما بيشوفها الأمير التاني بيقعد الأميرة الأولى على رجله، وده بيضايق تشانج يون وبيفضل يمثل قدامها إنه بيحب الأميرة، وبيعرفها إنه جاب لها هدية ولازم تمثل هي كمان علشان يديها الهدية، وبتمثل إنها بتحبه، وده بيضايق تشانج يون وبتمشي. وبتقوم الأميرة التانية وبتطلب هديتها، وهو بيديها رمز الأمر الملكي وبيطلب منها تحتفظ بيها عندها، وهي مش بتهتم وبتاخده وتمشي ومش بتكون مدركة لأهميته. وتاني يوم لما بتصحى بتسأل جانج شين عن اللي عملته مبارح، وبتعرفها انها اتصرفت بشخصيتها التانية، وكمان طلبت تشرب خمرة طول الليل، وبتلاحظ معاها رمز الأمر الملكي، وبتسأل جانج شين هي حصلت عليه ازاي، وبتعرفها ان الأمير التامن ادهولها مبارح وطلب منها تحتفظ بيه لبعض الوقت، ومش بتكون مصدقة انها اخيرا حصلت عليه. مسلسل الحب الأبدي. وقفنا الملخص المرة اللي فاتت لما الأمير التامن إدى رمز الأمر الملكي لشي أوتان وطلب منها تحتفظ بيه، وبنشوفها وهي بتخرج من القصر مع جانج شين، ولما بتوصل للسوق بتقع على الأرض وبتتحول للشخصية المجنونة، ولما بتلاقي الرمز الملكي معاها بتقرر ترهنه بفلوس وتاخد فلوسه وتشتري بيها حاجات كتير، وبتحاول تشانج شين تمنعها، وبتعرفها إن الأميرة التانية كانت هتدي للأمير الأول، بترفض وبتقول لها لو الأمير الأول أخده الأمير التامن مش هيرحمها وهيقتلها، وبالفعل بتدخل ترهنه، وبيكون يوهاو مراقبها وبيعرف الأمير التامن اللي بيستغرب إنها رهنته، وبالشكل ده مش مقدرة قيمته الأثرية، وبيشوفها وهي بتلبس مجوهرات كتير، وبيسألها عن الرمز الملكي وبيعاتبها لما بيعرف إنها رهنته، وبيقول لها إنه مهم جداً وبسببه هتتوحد الجيوش التلاتة، لكن هي بتعتذر منه وبتقوله إنها هترجعه ليه من تاني. ومن الوقت ده بيبعد شكوكو عنها إنها جاسوسة للأمير الأول، ولما بتكتشف شيوطان أهمية الرمز الملكي بتزعق لشينج شين لأنها ما حذرتهاش، وبتكتب رسالة للأميرة الأولى بتعاتبها فيها لما بتتحول لشخصيتها الهادية، بتسأل شينج شين عن الرمز وهي بتديها الرسالة، وبتقول لها شيوطان فيها إن الرمز كان مهم لكن هي كانت عايزة تدي للأمير الأول، وكويس إنها رهنته قبل ما تفكر تعمل الكارثة دي. وبتتعصب الأميرة التانية على جانج شين لأنها سابت شي أوتان ترهن الرمز. بعدها بتروح مع الأمير التامن لزيارة للأمير الأول اللي بيفضل يبصلها بإعجاب، وده بيضايق الأمير التامن وبيحذره يبصلها تاني بالطريقة دي. وبتقابل شي أوتان أختها الأميرة الأولى لكن بتعاملها وحش، وبتقول لها تبعد عن جوزها الأمير الأول وإلا هتقتلها، وبتوقعها على الأرض وبتتخبط في دماغها، لكن بيجري عليها الأمير التامن وبيحذر أخوه يخلي مراته تنتبه من تصرفاتها كويس. وبعدها الأمير بيعاتبها لأنها كانت بتبص للأمير الأول بإعجاب، وبيطلب منها ما تعملش كده تاني، ولما بيحضنها بتضربه بالقلم على وشه، وبتطلب منه ورقة الطلاق وهو بيوافق يديها لها لكن بشرط يكمل جوازه منها، وبعدها يديها الورقة، وبالفعل بيكمل الجواز لكن بيضحك عليها ومش بيديها الورقة. ولما بتتحول لشخصيتها الهادية بتكون عايزة تنتحر لأنها سلمت نفسها للأمير، وبتحاول تشانج شين تمنعها تموت نفسها، وبتقول لها إن شي أوتان عملت كده علشان تاخد منه ورقة الطلاق وتتحرر، وهي كمان كانت هتتحرر من هنا. وبيشوف الأمير الرابع عشر إن الأمير الأول معاه مرسوم ملكي من الملك ومرضاش يعرفه محتواه إيه، ولما بيعرف الأمير الثامن بيشك إنه بينوي الحاجة ولازم يكتشفها، وبيدخل يوهان وبيعرفهم إن الأميرة حاولت الانتحار لأن جوازها اكتمل امبارح. وبنشوف شو أوتان وهي بتقرأ رسالة الأميرة اللي بتطلب منها ما تقربش من الأمير الثامن تاني، وإنها لو عملت كده هتموت نفسها، لكن فجأة بيظهر قدامهم الأمير التامن وبيبقى واقع على الأرض، وبيدخلوه الأوضة وبيكون مجروح في دراعه وبتعالج الجرح، وبتفضل جنبه طول الليل. وتاني يوم بيفوقوا يوهاي باستخدام عطر معين، وبيعرفوا الأميرة إنه تسمم بعطر مسمم، ولما بيفوق بيشكر الأمير الأميرة شي أوتان لأنها فضلت جنبه طول الليل. بعدها بتروح المحذية تتكلم مع شي أوتان وبتقول لها إنها سمعت عن جريمة قتل حصلت، لكن شي أوتان بتنكر معرفتها، وبيجي الخادم
وبيعرفوا من الأمير الثامن والرابع عشر بيتدربوا السهام، بيطلبوا منهم يروحوا يتفرجوا. بتكون شي أوتان حاسة بالملل ومش عايزة تروح، لكن بتقنعها المحزية يروحوا مع بعض. وفي التدريب بيقول الأمير الثامن للرابع عشر إنه لازم يتظاهر إنه كويس وما تجرحش في إيده علشان يزيل أي شكوك من عليه، والأمير الأول ما يشكش فيه إنه كان بيراقبه. لما بتدخل شي أوتان والمحزيتين بيعرفوا الأمير إن شي أوتان حاسة بالملل، وبتقترح المحزية تخلي الأميرة تحط وردة في بقها والأمير يصوب عليها كهدف، وطبعا ده بيكون خطر جدا، لكن الأمير بيوافق علشان يثبت لها حبه للأميرة. وبالفعل بتقف شي أوتان وبتكون مرعوبة، لكن الأمير مش بيصوب عليها وبتفرح جدا، وده بيضايق المحزية وبيأمرها الأمير تقف وشي أوتان هي اللي تصوب عليها المرة دي، وطبعا بتكون مرعوبة وبتقف شي أوتان تصوب عليها. وساعتها الأمير بيصوبوا السهم في شعر المحزية، وبالليل بتفضل تقرأ الكلام اللي مكتوب على السرير العتيق ومش بتكون عارفة تحل اللغز، وبتفضل تترجى السرير يعمل معجزة ويرجعها عالمها وتنام في مكانها. وبيكون الأمير بيفكر فيها طول الليل وبيروح عندها وبينيمها على رجليه، ولما بتفوق بتتعصب إنه قاعد معها في الأوضة بتاعتها، لكن هو بيهديها وبيطلب منها ما تبعدش عنه أبدا. وتاني يوم بيقول الخادم ليها إن السيد تشو عازمهم في القصر عنده لحفلة لم الشمل، لكن هي بترفض تروح. ولما بتعرف إن الأمير الأول والأميرة الأولى هيكونوا موجودين بتوافق تروح. وبيقول الأمير الثامن ليوهاو يبطل يراقب الأميرة بعد كده. بيروح الخادم وبيعرفه إن الأميرة وافقت بالزيارة في الآخر، وبيفهمه إنها كانت رافضة في الأول، لكن لما عرفت إن الأمير الأول ومراته هيكونوا موجودين وافقت. ولما بيوصلوا لقصر تشاو بيرحبوا بيهم، وبيفضل الأمير الثامن يدلع شي أوتاي قدامهم، وده بيضايق الأمير الأول. بعدها بنشوفه هو داخل لأوضة في القصر، وبيكون الأمير الثامن مراقبه، وبيدخل للأوضة وبيفتح شباك سري وبيظهر منه ضوء عالي بيوقعه على الأرض، وبيخرج من الأوضة بسرعة. وبتشوف شي أوتان إن السيدة بتعامل أمها المحزية بطريقة مش كويسة وبتروح تزعق لها. لما بتحاول الأميرة الأولى تتدخل وتضربها بتبعدها عنها، وده بيعصبها وبتأمر الجنود يخلوها تركع، لكن بيدخل الأمير الأول وبيضربهم وبيحذر مراته. وبيجي الأمير الثامن وبياخد شي أوتان وبيمشي من القصر، وبيحذر الأمير الأول مراته تضايق شي أوتان تاني، وهي بتقوله إنها لسه شايفاه بيحبها ولازم يفرق بين مراته وبين واحدة تانية. وفي الطريق بيقول الأمير الثامن لشي أوتان تحكي أي حاجة وهو هيصدقها حتى لو كانت مستحيلة. ولما بتوصل القصر بتسأله لو هو مصدق إن في عالم تاني خارج دونجيو، وهو بيقول لها إنه بيحس في أحلامه دايماً وبيشوف حرب وواحد بلحية بيضة بتكون هي موجودة معاه، ولما شافها أول مرة كانت مألوفة بالنسبة ليه وبعد كده بيقرب منها. بعدها بنشوف الأمير الأول وهو بيتكلم مع الساحرين وبيعرفهم إنه وصل للأوضة اللي فيها روح قمع الجرم السماوي، لكن ما قدرش ياخده بسبب القوة اللي فيه، وبيديهم ورقة فيها تفاصيل بمكانه. بيطلب منهم يعرفوه من سيادهم، لكن هم بيرفضوا وبيقولوا له إنه هيجي بنفسه لما يحصل على روح قمع الجرم السماوي وهيسلمه حكم دونجيو. ولما بتصحى شي أوتان من النوم بتكون جينجشين زعلانة منها لأنها ما وفتش بوعدها للأميرة ونامت مع الأمير، وده بيضايق شي أوتان وبيقول لها الخادم إن الأمير عازمها على الغدا. ولما بتروح بتكون لسه متضايقة وبتقول للأمير إنها تعبانة وبتستأذن وبترجع لأوضتها، وبتكون متعصبة جدا وبتسأل جينجشين هي إمتى بتتحول لشخصيتها المجنونة. بتقول لها لما دماغها بتتخبط أو حد بيزعق لها، وبتقرر إنها تسيطر على دماغها علشان تخلي شي أوتان تخرج من جواها. وبيقول يوهاو للأمير الثامن إنه فضل مراقب الأمير الأول وشافه هو بيتسلل الأوضة اللي في قصر السيد تشو. بيرد الأمير الرابع عشر وبيقول إنه شافه قبل كده واقف مع اتنين شكلهم غريب، وبيفهم الأمير إن أخوه بيعمل مؤامرة معاهم وبيطلب منهم ينشروا خبر في كل مكان إن روح قمع الجرم السماوي معاه. وبتكون شي أوتان لفة نفسها ببطانية تقيلة علشان ما تتخبطش في أي حاجة، لكن فجأة بتتحول لشخصيتها المجنونة وبتسأل جينجشين هي عاملة في نفسها كده ليه، وبتعرفها إن الأميرة بتعقبها لأنها نامت مع الأمير الثامن واكتشفت أمرها. وبيظهر الساحرين للأمير الأول وبيعرفوه إنهم سمعوا إن روح قمع الجرم السماوي مع الأمير الثامن، وهو بيقول لهم إن ده مجرد إشاعات، لكن هم بيعرفوه إن روح قمع الجرم السماوي بالفعل اختفى من مكانه وما كانش موجود في الأوضة، وبيحذروه إن العواقب مش هتكون سليمة. وبنشوف الأميرة وهي بتحاول ما تنامش بأي طريقة علشان ما تتحولش للأميرة الطيبة، وبتديها جينجشين رسالة للأمير الأول بيوصف لها مكان تقابله فيه وبيعرفها انه لقى النجار اللي صنع السرير، وبتقرر تروح للمكان وتقابله. ولما بتقابله بتكتشف انه ما جابش النجار، وبتفضل تزعق له وبتحذره ما يقربش منها تاني ولا يستخدمها علشان يوصل لمعلومات عن جوزها الامير. وبيكون الامير الثامن مراقبهم وسامع كل حاجه وبيفرح بكلامها. ولما بتخرج
بتقول لها جنجشين إن الأميرة هتنزعج منها لما تعرف اللي هي قالته للأمير الأول، وهي بتقول لها إنها بتحاول تنقذ أميرتها منه لأنه مش بيحبها وبيستغلها. لكن بتلاحظ جنجشين قناص بيصوب على الأميرة وبيجري عليها الأمير الأول وبينقذها منه، وبيتدخل الأمير الثامن وبيشكره إنه أنقذ حياة مراته وبيسأله هو بيعمل إيه هنا، وبيعرفه إن في موضوع خصوصي جاي يناقشه مع الأميرة، وهو بيقوله إن الأميرة مش بتخبي عنه حاجة وهتعرفه بيها. وبنشوف الأميرة الأولى وهي بتعاقب القناص لأنه ما قدرش يخلص على أختها، وبتحذره إنه لازم يقتلها الليلة وإلا هتخلص عليه. وبيكون الأمير مع شيئوتان في الأوضة، لكن بيسمعوا صوت هجوم أعداء برا الأوضة، وهو بيطمنها إن يوهاو هيتصرف وبيوعدها إنه هيحميها دايما. بعدها بيقرر ياخدها في رحلة برا القصر، وبياخد معاه صندوق صغير بيسافر معاهم يوهاو وجينجشين. ولما بيوصلوا للخيمة بتقول لها جينجشين إنها تعتبر أول واحدة الأمير يجيبها للمكان ده، لكن فجأة بيحسوا بصوت حواليهم، وبالفعل بيهجم عليهم الأعداء، وبياخد الأمير شيئوتان وبيجري بيها، وبياخد يوهاو جينجشين. وبيفضل الأعداء يطردوا الأمير لحد ما بيوصلوا لحافة الجبل، وبيطلبوا منه يديهم روح قمع الجرم السماوي وهم مش هيأذوه، وبالفعل بيرمي ليهم. لكن فجأة بيجي سهم وبتنقذوا الأميرة، لكن بيقعدوا هما الاتنين على حاجة على الجبل، وبيكون الساحرين هما اللي صوبوا السهم ده. وبعد كده بتفوق شيئوتان من النوم، وبتكون متضايقة من الأمير لأنه خدعها ومعرفهاش إن تحت الجبل كان فيه بحيرة وإنها كانت خلاص بفكرة إنها هتموت، وهو بيطمنها إنه وعدها هيحميها دايما، وبيكون شاكك إن الأعداء دول تبع أخوه الأمير الأول. لكن شيئوتان بتقوله إنها شافت اتنين لابسين لبس مختلف هما اللي أطلقوا السهام عليهم، وبتكون تعبانة وبيشيلها للقصر، وبيخرج يجيب لها الطبيب الملكي، وبتقول لجينجشين تعتذر لشخصيتها الطيبة بالنيابة عنها وتقول لها إنهم لازم ينهوا الخلاف ما بينهم. وبيقول الأمير ليوهاو يبعت الطبيب الملكي وينشر في كل مكان إن الأميرة حصل لها إصابات خطيرة وحالتها سيئة جدا، وبيدخل للأميرة وبيطلب منها تمثل إنها تعبانة جدا وعندها إصابات خطيرة، وبالفعل لما بيفحصها الدكتور وبيقول إنها كويسة وما عندهاش إصابات، وبتفضل تمثل إنها تعبانة جدا. ولما بيقول الدكتور للأمير إنها كويسة بيحذره يقول ده، بيعرفه إنه لازم يقول لكل إن الأميرة حالتها خطيرة جدا، وبيقول لها إنها مثلت كويس، وبيطلب الأمير الرابع عشر الإذن علشان يزورها. لكن الأمير بيرفض، وده لأنه غيران عليها، وبيروح يقابله في مكتبه وبيعرفه إنه عمل كل حاجة طلبها منه. ولما راقبهم من تحت الجبل شافهم وهم رايحين بروح قمع الجرم السماوي للأمير الأول، وبيطلب الأمير منه ينشر خبر في كل مكان إن الأميرة والأمير اتعرضوا لهجوم وحالة الأميرة صعبة، وده هيخلي الكل في المملكة يكره الأمير الأول، وكمان أبوهم الملك هيعاقب. ولما بتفوق شيئوتان بترجع لشخصيتها الطيبة، وبتكون حاسة بألم في جسمها، وبتسأل جينجشين عن اللي حصل، وهي بتعرفها إن شيئوتان والأمير الثامن اتعرضوا لهجوم من رجالة الأمير الأول، وبتكون مصدومة وبتطلب منها تخرج وتتمشى معها. لكن بتمنعها جينجشين وبتعرفها إن الأمير طلب منها تفضل في الأوضة وتمثل إنها تعبانة علشان يقدروا يوصلوا للأعداء، وبتكون مفكرة إن الأمير الأول مظلوم ووقع في فخ من الأمير الثامن وإن عمره ما يعرض حياتها للخطر. وبنشوف الساحرين وهم بيفتحوا الصندوق وبيخرجوا منه جوهرة وبيكسرها الساحر بإيده، وبيقول للأمير الأول إنها مزيفة وإنه وقع في فخ الأمير الثامن، وهو بيتعصب عليهم وبيسألهم ليه أذوا الأمير والأميرة رغم إنهم حذروهم. ولما بيخرج بينقله الساحر مادة غريبة في رقبته، وبنشوف أبوهم الملك وهو متعصب بسبب تصرف ابنه الأمير الأول، وبيحاول السيد تشوي يهديه، وبتدخل الأميرة الأرملة اللي بتكون متعصبة جدا بسبب اللي حصل، وبتقول للملك برغم إنه لسه بيفضل ابنه الأمير الأول على الثامن إلا إنه حاول يقتل الأمير الثامن وهي مش هتسكت على كده، وكمان جوزه للبنت اللي بتحب الأمير الأول وتعتبر جاسوسة ليه، وهو بيدافع عنها وبيقول لها إنها أنقذت الأمير من السهم اللي توجه عليه. بنشوف بعدها السيد تشو وهو بيتكلم مع الأمير الأول وبيقول له إن لازم تكون حريص أكتر لو عايز تتخلص من الأمير الثامن، وإنه لازم يستخدم نقطة ضعفه وهي الأميرة شيئوتان، وبيعرفه إنه هيضحي بيها وهيستخدمها علشان يخلي الأمير الثامن ما يبقاش ولي العهد. وبيكون الأمير الأول متضايق علشانها، وهو بيقول له لازم تضحي بمشاعرك علشان تكون ولي العهد. وبتخرج شيئوتان من الأوضة بتاعتها وبتكون فرحانة إنها أخيرا خرجت، لكن الأمير بيمنعها وبيعرفها إنها لازم تاكل من الأعشاب علشان تعافى ويخليها تخرج برا القصر براحتها. وبعدها بتقول لها جينجشين إن المحزيتين عايزين يزوروها ومعاهم لوحة غريبة، ولما بيدخلوا بيفرجوها على اللوحة
اللوحة وبتقول لها المحزية إن في اللوحة لغز مش عارفة تحله، لكن شيئوتان بتعرفهم إنها تعبانة وعايزة تستريح وبتطلب منهم تاخد اللوحة ليها، ولما بيخرجوا بتفهم اللغز اللي في اللوحة وبتكون دي رسالة من الأمير الأول ليها علشان تقابله في مكان ما، وبتفكر تطلع من القصر إزاي وبتقرر تاكل الأعشاب كلها علشان الأمير يسمح لها تخرج، وبالفعل بيسمح لها تخرج بعد ما كلت الأكل كله، وبتودعها جنجشين وبتطلب منها تعرف الأمير الأول كل اللي هي عايزة تقوله قبل ما الأمير الثاني ما يرجع للقصر. وبيكون الأمير مجتمع مع أخواته عند مقر أبوهم الملك وبيقدم لهم الخادم شاي يشربوه، ولما بيقابلهم الملك بيعرفهم إن الشاي كان مسمم وبيقدم لهم كوبايات فيها سائل علشان ينقذهم وبيشربوه، لكن الأمير الثامن بيرفض يشرب لأنه بيثق في أبوه الملك ومستعد يضحي بحياته عشانه، وبيحييه الملك على ذكائه وبيعرفهم إن الشاي ما كانش مسمم. وبعدها بيسأل الأمير الأول أخوه عن صحة شيئوتان وبيبان من كلامه إنه بيهدده، وبيقلق الأمير الثامن عليها وبيأمر يوهاو يرجع القصر ويطمن عليها. لما بيرجع بيعرف إنها خرجت منه، وبتكون شيئوتان وصلت لمقر ماكريتشو ومش بتكون فاهمة هي راحت هناك ليه، وبتقابلها السيدة وبتطلب منها تدخل، لكن السيد الشو بيعاقبها وبيأمرها ترقع وأختها الكبيرة بتضربها بالقلم على وشها، وده كله لأنها مش بتساعد الأمير الأول يكون ولي العهد وبتساند الأمير الثامن، وبيخلي الحراس يطلعوها الجنينة ويخلوها ترقع هناك. وبيوصل يوهاو للأمير وبيعرفوا إن الأميرة مش موجودة وبيقرر يمشي، وبيقوله الحارس إن الملك عايز يشوفه، لكن هو بيمشي وبتتعاقب الأميرة والدنيا بتشتي عليها. وبيوصل الأمير وبيقومها من المية وبيزعق للسيدة وأبوها وبيحذرهم إنه هيعاقبهم على أفعالهم لمراته الأميرة، وبيخرج بيها للقصر. ولما بتوصل القصر بتكون تعبانة جدا وبيهتم بيها الأمير وبيشربها الأعشاب. تاني يوم لما بتصحى بتعرفها جنجشين إن الأمير الأول بقى ولي العهد، وبتتصدم وبتطلب منها تبعت ليوهاو وبتسأله عن اللي حصل في مقر الأمير، وهو بيقول لها إن الملك اختبرهم التلاتة والأمير الثامن أظهر ذكاؤه ونجح في الاختبار، لكن الملك طلب منهم يستنوا شوية، ولما عرف إنك في خطر مشى وساب القصر رغم إن الملك طلب يشوفه، وهي بتفهم إنه ضحى بالعرش علشانها وبتتضايق وبتخليهم يخرجوا. ولما بيدخل الأمير بتسأله لو كان بيحبها وهو بيعترف له بحبها، وبتطلب الإذن تخرج تتمشى، وبتروح تقعد عند النافورة وبتفضل تعيط وبتسألها جينج شين عن اللي حصل، وبتقول لها إن الأمير الأول ما كانش بيحبها وشيئوتان كان عندها حق لأن كان بيستغلها علشان يوصل للحكم. وفجأة بتتحول لشخصيتها المجنونة وبتسأل جينج شين هي بتعمل إيه هنا، وهي بتقول لها إن الأميرة فضلت تقعد هنا شوية، وبتفهم إنها بتتحول للأميرة المجنونة لما بتكذب، وبتطلب من جينج شين تختبرها وتسألها لو هي بتكره الأمير الثامن ولا لا، ولما تحولت للأميرة المجنونة ده معناه إنها بتحبه. ولما بتسألها بتقول لها إنها فعلا بتكرهه لكن بتتحول للأميرة المجنونة، وبتفهم إنها بتحب الأمير الثامن. وبيجي الخادم بيعرفها إن الأمير الأول هيتوج النهاردة ولازم تحضر في القصر، وبتكذب كذبة علشان تتحول للأميرة الطيبة، وبتروح هي للقصر لكن بتكون حزينة جدا إنه هيتوج الملك وبترفض تروح، وبتتحول لشخصيتها المجنونة. وبنشوف الجواري وهم بيلبسوا الأمير الأول وبيحيوا إخواته، وهو بيقول لهم إنهم هيكونوا دراعه الشمال واليمين وبيطلعوا للملك. في نفس الوقت بتروح شيئوتان الملكة الأرملة اللي بتعاتبها وبتسألها شيئوتان هي عملت كده ليه، وبتقول لها إن بسببها الأمير الثامن ما تولاش الحكم، وبتأمرها تمشي من القصر وتسيب الأمير، لكن شيئوتان بترفض والملكة بتهددها وبتأمر الخادمات يضربوها، لكن بيحضر الأمير الأول وبيطلب العفو ليها. وبيدخل الأمير الثامن وبيتكلم بعصبية وبيعرف الملكة إن شيئوتان بريء ومش متهمة بأمور ولي العهد، والأحسن إن محدش يأذيها، وبياخدها وبيمشي. وبتتعصب الملكة الأرملة وبتكرش كل اللي في الأوضة، وبيدخل الخادم وبيعرفها إن حد لقى دليل في القصر. ولما بتدخل الخادمة بتوريها اللوحة اللي لقيتها في أوضة الأميرة، ودي بتكون اللوحة اللي بعتتها للأمير الأول، وبتطلب استدعاء للأمير الثامن اللي مش بيكون راضي يروح في الأول، لكن الخادم بيعرفه إنها مسألة مهمة. ولما بيروح للملكة بتعرفه إن شيئوتان جاسوسة وساعدت الأمير الأول علشان يعملوا له فخ وبيكون هو ولي العهد، وبتوريه اللوحة اللي لقوها في أوضتها، وبذكائه بيفهم لغز اللوحة. والملكة بتقوله إنه خسر العرش لكن لازم يرجع كرامته ويطلق شيئوتان
ويتجوز يون، وبتلاقي جينجشين لوحة برة أوضة شيئوتان، ولما بتديها لها بتعرفها أنها رسالة من الأمير الأول ليها علشان يقابلها، وبتتعصب أنه لسه بيشتغلوا، وبتقرر تروح وتعلمه درس. وهي بتخرج من القصر بيوقفها الأمير الثامن علشان يطلع معاها، لكن هي بتعرفه أنها هتروح لوحدها تشتري شوية حاجات وهترجع على طول. ولما بتخرج تقابله بيجي في عربية، لكن بيظهر منها الأمير الثامن، وبتكون دي خدعة عملها فيها، وبيتهمها أنها بتخونه. وبتيجي تقابل الأمير الأول وإنها عملت له فخ علشان الأمير الأول يتولى الحكم بداله، لكن هي بتقوله إن ده كله كذب وإنها ما عملتش حاجة، ومش بيصدقها وبيأمرها ما ترجعش للقصر تاني، وهو هيبعت لها ورقة طلاقها. لكن هي بتقول إنها مش شيئوتان الحقيقية وبتستخدم جسمها، وإن الأمير الأول بيحاول يستغل الأميرة وهي بتحاول تساعدها، وهو بيسخر منها وبيفكر إنها بتضحك عليه، وبتقوله إنها هتثبت له إن كلامها صح. وبيخلص الجزء التاني على كده. انتظرونا في الجزء الثالث. سلام.